الغرب يهول كثيرا حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا ويتحدث عن تغيير في قواعد اللعبة، لكنه يتعامى عن حقيقة أن إرهابييه هم من استخدم هذا السلاح بضوء أخضر منه وبمساعدة حلفائه. كل حد كمامات أبطالنا بدنا نضربه غاز طام على الخنازير. تأمين شباب، كل حد كمامات أبطالنا نضرب غاز طام على الخنازير. علم الله يجزيك الخير. معك محمد سلعة ضربوا غاز ملون. تأمين شباب، كل حد كمامات. الشباب عنا بدنا نضربوا غاز ملون. شباب كل حد كمامات بدنا نضرب غاز ملون على الكلاب بإذن الله تعالى. معك سلطان، معك خلص سلطان، كله بيصلوا كمامات، معك شباب معي اللي أبغى يقلي مشابه. ينسق هذان الإرهابيان خطتهما لاستعمال السلاح الكيماوي في سوريا دون أي اكتراث بالتهويل الذي رافق تصريحات المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين حول الخط الأحمر المحظور تجاوزه كيميائيا. يبدو الأمر أقرب إلى التواطؤ الضمني وربما العلني بين المهولين غربيا والمنفذين محليا، سيما وأن التهديدات الغربية حول تغيير قواعد اللعبة باستعمال السلاح الكيميائي تصب في اتجاه التهويل على الدولة السورية وحدها دون الأخذ بعين الاعتبار قدرة المجموعات الإرهابية على التلويح باستعمال هذا السلاح وتحويل التهديد إلى فعل. كذيبة الريح الصرصر الكيماوية سترون يا أعداء الله عز وجل. ومشهد موت البشر والحجر في خان العسل ليس ببعيد. شو صار؟ رجونا كيميائي رجونا. طلبت الحكومة السورية وقتها من الأمم المتحدة التحقيق في الحادث. ابتلع الغرب وعيده السابق وحاول تمييع الموضوع بطلب التحقيق في عدة أماكن أخرى لتكرار السيناريو السيء الذكر في العراق. تتالت بعدها المشاهد تؤكد الرواية الرسمية السورية حول تورط الإرهابيين باستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، وهذه المرة جاءت الأخبار من تركيا رأس حربة العدوان على سوريا حول القبض على 12 إرهابيا من جبهة النصرة وبحوزتهم غاز السارين السام. وتكرر المشهد ذاته في العراق وفي حماه منذ أيام عندما قتل الجيش العربي السوري إرهابيين من جبهة النصرة وبحوزتهم غاز السارين السام أيضا، فيما ذكرت مصادر أمنية أن كميات من الغازات الكيماوية أحضرت من قاعدة الوطية وجبال الرواعة في واد بليبيا لقاعدة عتيقة شرقي طرابلس تم نقلها بوساطة قطرية لما يسمى الجيش الحر في سوريا، كما وافق المدعوان عبد الرؤوف كاره آمر سرايا الإسناد الأمني في ليبيا والإرهابي الليبي عبد الحكيم بلحاج على شحن الغازات الكيماوية مقابل سيارات مصفحة ومدرعات وصلت من قطر إلى قاعدة معتيقة. تعلم الاستخبارات الغربية جيدا من استخدم الغازات السامة في سوريا، لكن معطياتها الحالية لا توفر لها الظروف الملائمة للتوظيف السياسي لهذا الأمر، في حين يدفع الروس بإلحاح باتجاه إفراج حكومة أردوغان عما بحوزتها من معلومات في هذا السياق قد تكشف الكثير من الحقائق المعتم عليها.